أهلا بكم مشاهدينا في اليوم 33 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط حديث عن مصاعب بشأن استئناف ونجاح المفاوضات بين الجانبين. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهدافها 36 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاطها 24 طائرة بين حربية ومسيرة خلال آخر 24 ساعة. أما الشرطة الأوكرانية فقد جددت اتهاماتها لروسيا بتعمد قصف المباني السكنية شمال غرب كييف. وإلى محطة تشيرنوبيل، حيث حذرت السلطات الأوكرانية من إطلاق إشعاعات وتلوث بعد تجدد الحرائق في المحطة. وإلى تشيرنهيف، حيث أكد رئيس الإدارة العسكرية مواصلة القوات الروسية قصف المدينة ومهاجمة ضواحي نجين. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Один только отхуячил вроде.